دي لورا تتعامل مع مدربه السابق المتهم بالعنصرية. نشر مهاجم نادي نانت دي لورا عبر خاصية ستوري على انستغرام صورة للمدرب كريستوفر غالتيه المتهم بالعنصرية والإساءة للإسلام كنوع من التضامن مع المدرب غالتيه، والذي يعد حاليا محل انتقادات لدى من أوسط كروية بفرنسا واتهامه بالعنصرية بعد أن قام مدير رياضي نادي نيس الأسبق جوليا فورني بتسير محتوى رسالة إلكترونية بينه وبين غالتيه والتي أثارت جدل الوزع في فرنسا، بعد أن كشف فورني أن رسالة غالتيه تضمنت عبارات عنصرية اتجاه اللاعبين السود والمسلمين بفريق نيس. الكاف يدرس إمكانية تأجيل كان 2025 من أجل أن يكون مؤهلا لمونديال 2026. كشفت تقارير إعلامية محلية عن مفاجأة جديدة بخصوص بطولة كأس أفريقيا 2025 والتي يسعى الاتحاد الأفريقي لتجسيدها خلال فترة مقبلة، وكذا ذات التقارير بأن الكاف يخطط لتأجيل بطولة كان 2025 إلى غاية 2026 بالإضافة إلى إمكانية أن يكون كان مؤهلا إلى كأس العالم 2026. رأي الشرقي يرفض إغراء هذه إيطاليا ويقتر من تبديل المنتخب الوطني الجزائري. كشفت تقارير إعلامية بأن نجم نادي ليون الفرنسي رأي الشرقي غير متحمس تماما للعب مع منتخب إيطاليا بالرغم من رغبة مدرب أتزوري روبرتو مانشيني في استدعاء اللعب، وكذا ذات التقارير بأن اللاعب سيفصل قريبا في مستقبله الدولي والذي سيكون بنسبة كبيرة مع المنتخب الوطني الجزائري. ترقية شمس الدين بكوش إلى الفريق الأول لنادي ليفانتي الإسباني. خاض مدافع المنتخب الوطني الجزائري أولمبي شمس الدين بكوش صباح الأمس أول حصة تدريبية له مع أكاب نادي ليفانتي الإسباني، وتألق صاحب 21 سنة مع الفريق ضمن دوري الرادف الإسباني خلال الموسم الكروي الحالي، حيث سجل 3 أهداف وقدم 5 استمرارات حاسمة. جدير بالذكر أن شمس الدين بكوش انتقل من شباب بلوزداد لصفوف ليفانتي الإسباني على سبيل الإعارة لمدة عام كامل. بعد أنونس كيفين غيتون يتلقى عرضا كبيرا من الدوري الفرنسي. كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن نادي أولمبيك مارسيليا يسعى للتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري كيفين غيتون مدافع نادي باسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت ذات التقارير بأن ثالث ترتيب الدوري الفرنسي يسعى للظفر بخدمات غيتون بعد تألقه اللافت خلال الموسم الكروي الحالي في الليغ دو. سينافس أولمبيك مارسيليا الذي ينافس صاحب المركز الثاني في ترتيب الليغ دو.